يا أهلا بحضراتكم، هنكمل إن شاء الله. تمام، أول حاجة عندي بتفتتح المنيو عندي باسمها قائمة الهوم اللي هي الرئيسية. تمام، بيبقى فيها إيه يا جماعة؟ بيبقى فيها هي الأدوات المستخدمة، زي بالظبط مثلا الورشة بتاعة النجار، في شاكوش، في زرادية، في زرادية برضو، في برضه زرادية، فاهمني؟ ده اللي انا اعرفه، وفي مسامير وفي مش عارف ايه، فنفس النظام. الاريا الخاصة مثلا لو انا عايز هنا اكتب اسم الطالب، ماشي، اسم الطالب، حبيت ان اسم الطالب ده مثلا اخليه، اعمل له زوم، اكبره. فهنا عندي اول ما بضغط على الأداة نفسها بيظهر لي التعريف بتاعها. يا سلام، بقول لك انكريس فونت سايز. انا بكبر الفونت بتاع مين؟ بتاع السايز. لا ومش كده وبس، ده انا ممكن كمان اغير الايه الفونت، يا اما هنا يا اما اختار سيلكت هنا. هو طبعا بيقول لك في الامتحان سيلكت 12، فبتقوم تعمل 12. طيب هنا لو جيت ابص هنا، ده بقى ده، خلي بالك انت بتغير نفسه في حاجه اسمها الفونت فيس. الفونت فيس يعني اللي هو ايه؟ اللي هو الكلام نفسه. في ابجد من النوع ده، وفي من النوع ده، وفي مثلا يكون الخط اللي هو اكسترا بولد، وفي مش عارف ايه، وفي فيروز، ده خط الفيروزي على حسب ما هو يطلب منك. لا ومش كده وبس، ده انا عندي فونت كلر. شوف انت عندك اللغة مكتوبة عندك في الطوانة، اقدر اتحكم في اللون. طبعا تقدر تتحكم في اللون، اقدر اتحكم فين؟ في اللون، في اللون. طب بي بولد يعني ايه بولد؟ بتخلي الخط تخين. شوف مثلا لو قلت لك مثلا كده سمير، وقلت لك خليه بولد، اه بولد، تخنت اهو. طب كبره شوية، طبعا الشغل طبعا. طب ميله، طب حط اندرلاين خط تحتيه، طبعا شغل خيابة. تمام، طب تعالى هنا بقى ايه. طيب عارف انت احنا خلاص خلصنا اللون، اه تمام، حلو اوي. شوف هنا البتاعة العجيبة دي عاملة زي اللي هي الفرشة، اه الفرشة اسمها فيل كلر، يعني املأ الباك جراوند بتاعت اللون نفسه. وليكن مثلا انا عايز الباك جراوند بتاعت ده احط لها فيل، عايل فيلة، اخليها الفيل باللون المعين. هو في الامتحان اطمن بيسيبك تختار اللي انت عايزه، زي ما يقولوا اخواننا في الشرقية، اللي يلدك. ماشي، طيب اللي هنا خاص بالموضوع المحاذاة، اللي هي الخطوط، محاذاة الخطوط، سواء كان مثلا لو انا عندي باراجراف كبير. طب انا هجيب باراجراف كبير منين؟ طب استنظروني شويه يا جماعه. فالمحاذاه هنا خاصه ان انا لو انا جيت هنا علمت عليها سنتر، سنتر تكست. اولا اللي موجود ده اسمه تكست. لو انا عايز اخليه يجي على اليمين، تعالى كده يجي على الشمال، اهشتكه، فاهمني؟ الجزء اللي فوق ده لو في كلام مثلا زي ده، لو في كلام زي ده، عندنا هنا الأداة اللي هي يعني هي حتى اسم على مسمى، اورينتيشن. اورينتيشن دي اللي هي بتغير المسار نفسها. لو انا قلت لك مثلا انجل كلوك اذروايز، عكس عقارب الساعة بالمنظر ده، طب فيرتيكال بالمنظر ده، كنترول وزد ترجع لك كل حاجة، كنترول وزد ترجع اللي قبلها، لا بنسميها اندو، وبرضه كنترول وزد برضه اللي قبلها. شايفين كده؟ تحس ان الكلام كده مش زي بعضه. الريب تكست، ريب تكست ده او الوريب تكست، بقول لك ايه، لو جيت تقراها، ميك اول كونتنت فيجوال داخل سيل باي ديسبلينج اتس اون مالتيبل لاين. يعني ولذلك قال لك لو انت عندك مثلا سلايه، شوف الشكل اللي هو عنده، شوف بص كده، انا مش عارف اشير عليه. فبقول لك ان انا عندي رو واحد ورو اتنين كبيره قوي، يعني الكلام متاخد زي ما انت شايف. انا هحاول اضيق ده شويه، حاول اضيقها، فشوف عامله ازاي داخله على اختها.
جاست بس ان انا اضغط عليه خلاص ظبطها لي. فعايز اقول لك ان هو بيعمل ايه، بيسموها بيحنتف، بيسايس، بيسيق، بيخليها ملائمة في السل نفسها. ماشي. ميرج وسنتر زي ما انت شايف بيعمل ايه، بيعمل ضم. لو انا عندي مثلا خلية وخلية عايز اعملها ميرج للاتنين، فاقوم ايه يا دوب ضغط عليهم واقول له ميرج، اصبح الاتنين حتة واحدة. يعني ايه في فاهم انت ايه اتنين في واحد. حلو قوي. نخش على البلوك اللي بعد كده. بصراحة يا جماعة الحاجات دي انا حاسس ان انا بضيع وقت على الفاضي، لان الحاجات دي يعتبر ما هيش شغل. يعني هنا بقى في مشكلة بقى، كنت جبت لها حاجات جاهزة برضه عشان ايه ما نضيعش الوقت. النمبرز البلوك ده مهم جدا. ليه بقى؟ في الامتحان بيقول لك خلي البرسنتيج كذا وخلي النمبر كذا، كل واحدة شارحة معاها الرقم جنرال اللي هي الأرقام بصفة عامة. طيب لو أنت بتتكلم على رقم، أنا مثلا عندي الرقم 7 و5 و3 وحاجات من دي، عندي الأرقام دي، يا ترى تتظبط ازاي؟ يا ترى عايز اظبطها ازاي؟ أو ايه الأوبشن المتاح فيها؟ ديسيميل بليز، بليسز للعلامة العشرية، هي أولا إذا وقعت على اليمين فليس لها أي منظر. شوف كده أداك مثال تحت، قال لك عايزة بعد 3، عايزة بعد 4. لو أنا قلت بعد 4 أو سوري طبعا هي طيب يعني 2 في 1. ساعات بيجيب لك يقول لك شوف المنظر ده، السل الكلام بتحشي فيها لدرجة إن الكلام لما اتحشى جاب لي داش. اكتب كده في ورقة وانت بتذاكر وبجمعهم في الآخر، لأن زي ما قلت لك أنا مش هلتزم إن أنا أشرح لك، ومفيش حد عمره هيشرح لك كل حاجة واحدة واحدة. لا، الامبورتنت بوينت نفسها دي المهمة. لو إذا قابلني مجموعة من الدش، كل ما أنت عليك إن أنت محتاج توسع، بس توسع الجهاز بيهني، توسع العمود. هو أنا أعرف أفرد وأعرف أمط في طبعا العمود عندي يا اخوانا، اعرف امد فيه. هو مش عارف الجهاز بطيء ليه، اعرف افتح الويدث والايه اضيق واوسع. نفس نظام الرو طبعا، نفس نظام الرو. اقدر اطلع فوق، معلش الجهاز بهنك شويه، اقدر اطلع، الله يخرب بيتك، اقدر اوسع واقدر ايه اضيق. هنا واحد يقول لي هنا اخذ العلامه بعد كام بالارقام، اخدها بعد 4. هو عندك 1 2 3 4، دي مش 7000 يا جماعه، اوعى تقرا انها 7000. ده علامه عشريه، علامه العشريه على اليمين ولا لها اي لازمه، ولا لها اي لازمه. ماشي. طيب لو انا كنت بتعامل على ارقام هضطر اختار العمله. طب العمله هختارها ايه؟ هل عمله اليابان ولا عمله الدولار ولا الجنيه الاسترليني؟ انت بتحددها، وليكن مثلا استراليا، واقول له اوكي، هيجيب لي علامه ايه؟ ساين الدولار، ساين الدولار، ساين يعني علامة. ماشي. ايه المتاح تاني؟ ان انا في النمبرز نفسها التحكم في الاعداد، طبعا التاريخ، التاريخ بتختار الفورمة اللي انت عايزها، والتايم بتختار الفورمة اللي انت عايزها، والبرسنتج بتختار النسبة برضو. هنا بيرجع يقول لك العلامة ديسيمال بليسز بيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا لو في تيكست او في فراكشن الحاجات دي مش هتهمني قوي. الاونلاين الخاص بال الرقم نفسه، شوف انا لما بعمل 34 ايه اللي هيحصل؟ الرقم نفسه بيتحصل له تشينج. انت تقعد مع نفسك وزي ما قلت لك هتكتشف كل ما هو جديد. انا بقيمك طبعا الفونت الخاص بالسل، انا عايز اقول لك فورمات سل ديت كل حاجه، كل حاجه جوه السل نفسها، وبتبقى جنبها مشروحه، بتبقى جنبها مشروع. وكل الحاجات دي، دي المهم منها ان انت تقدر تخير بالديجري بتاعتها، والفونت بتاع السل تقدر تغيره من هنا، والاستال من هنا. اي حاجة غير دي ما تلزمنيش، ما تلزمنيش. لو عايز الحق بقى، سواء كان شغل محاسبة ولا غير محاسبة. تمام. طيب الجزء المهم اللي عايزين نتكلم فيه بعد كده، ده السل يسلك ثواني كده.
فاست هو ده هو البرنامج هو اللي مهنج الجهاز. طيب يا مسهل يا رب. في حاجة بعد كده مهمة، خش على قائمة insert، insert pictures، insert clip، insert shape، insert column. الكولوم دي بقى مهمة مهمة جدا جدا، بيطلب منك مثلا جدول ويقول لك اعمله لي مثلا في تشارت. ما هي تشارت دي اللي هي خريطة، بتختار الخريطة اللي انت عايزها 2D، بيبدأ يعمل لك المنظر اللي انت شايفه ده. العربي جاب كذا، والحساب جاب كذا، والمجموع بتاعه جاب كذا. طبعا دي مش واضحة قوي، لو وضحنا في حاجة زي دي لو انا قلت لك دلت ثواني معلش مثال هنا جميل، وليكن مثلا انا عندي لابتوب وعنده عندي شركة مثلا، او عندي محل صغير، عدد اللابات او العدد سعرها عددها 5 وسعرها كذا، عايز اعمل احصائية تشارت من قائمة انسرت. انا بقول لك من قائمة انسرت، هو بيقول لك مثلا عايز تعملها كولمز، بيديك المنظر ده، بيديك المنظر اللي انت شايفه ده. حلو، يبقى ده الشرح بتاعه. اللابتوب عدده 5، ده العدد وده السعر. العدد اللي هو بيبقى بلون ازرق، انا عندي عدد 5 والسعر. رسمنا الجدول ده، عملناه على شكل خريطة، ووضحنا الرسم البياني العدد باللون الأزرق والسعر باللون الأحمر. لو جينا نبص على اللابتوب، اللابتوب عندي العدد 200 اللي هو اللون الأزرق وسعره كذا، العدد ده بسعره كذا، العدد ده كمثلا فحص على مدار أو الإحصائية اللي موجودة عندي. الشكل ده أنا ممكن أعمله كإنسيرت باي، باي يعني افتراء، برضه نفس النظام بالمنظر اللي أنت شايفه ده. ده مجرد طبعا بيضح واضح ان الاندرويد بيبقى يحتل ان 5000 كبير جدا، فاهمني؟ ماشي سعادتك، في بعض الاسئلة بعض الذكاء منك شوية، ان انا بمعنى اصح لو جيت دبل كليك هنا بتطلع لي الفورمات الخاصة بالاريا نفسها. ماشي، ايه هي الفورمات الخاصة بالاريا نفسها؟ لا الخلفية. ممكن يقول لي مثلا خلي الفورمات بالشكل كذا، او غير اللون بالشكل كذا، ابقى انا عارف المنظر بتاعها، اقدر اغيرها زي ما انا عايز. تمام، الحاجات دي ممكن تكون موجودة فوق تحت، او تجيبها من تحت زي ما قلت لك، بتبقى اكتر من سكة. ماشي، طب المنظر ده دبل كليك اسمها فورمات شارت اريا، تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز برضو من فوق، تختار اللون الشكل بتاعه. تبدأ لو دبل كليك ده بسميه ليجند. طيب عايز اللون بتاعه ايه؟ عايز الستايل بتاعته ايه؟ نفس الحاجة ان انت بتتغير في الالوان، بتتغير فين في الشكل بتاعها. هنكمل ان شاء الله في الفيديو اللي بعد كده.